يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. أحد عناصر الإجابة عن السؤال الذي طرحه الشيخ أبو علي، يعني ما أسباب أو الدوافع التي تجعل من الإمام فقيرا، أو تجعل أو هناك يعني محاولات لإفقار الإمام. أنا أحاول إن شاء الله تعالى أن أجيب بما يقابل الإفقار، وهو الغنى. الذين يعني يصبحون أغنياء بين عشية وضحاها، أو أصبحوا أغنياء من هذا القطاع، قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. أحد أعمدة الاستغناء والغنى في الأوقاف هو بناء المساجد. بناء المساجد له مديرية خاصة يرأسها عبد العزيز درويش. عبد العزيز درويش هو الذي يستقبل الطلبات ديال يعني كل من يقوم بورش كذا إلى غير ذلك. ومع كامل الأسف هذيك الشركات اللي تجي باش تاخذ يعني الغلاف المالي وتحط مثلا المشروع ديالها بين المشاريع المقترحة من طرف يعني شركات أخرى، كل ذلك تدير واحد النوع ديال السينما، وفي الأخير تعطيها للشركة ديالو. وهذا الشيء احنا عندنا عليه مجموعة ديال الوثائق اللي ما عندوش فين يهرب هاد السي عبد العزيز درويش، وساكت عليه وزير الأوقاف. كمثال على ذلك، يعني مسجد سانت إتيان. مسجد سانت إتيان اسمه مسجد محمد السادس أو المسجد الأعظم. هذا أعطى فيه جلالة الملك حفظه الله أكثر من 30 مليون درهم. 30 مليون درهم خصصت هي لذاك النقش ديال الزخرفة ديال البلافون ديالو، خصصت أكثر من أعتقد واحد النصف ديال هذا المبلغ. هذا شنو داروا هادوك الناس اللي جاوا يخدموا داك القباصة؟ شنو داروا؟ عوض ما يديروه بالقبص البلدي يعني باليد، مشاو تيديروه بالقوالب، تيديروه بالقبص الرومي اللي ساهل باش تركبو. وعوض ما ياخذ الوقت 6 شهور مثلا ديال العمل، غادي ياخذ اقل من 10 ايام ولا شي حاجه. والفرق ما بين الاول والثاني اكثر من 12 مليون ديال الدرهم. شوفوا الفلوس ديال الاوقاف. وهذا الكلام هذا انا عندي موثق من طرف يعني شنو غادي نسميها بالعربيه، من طرف المهندس المعماري اللي هو مغربي، وما بغاوش يسني لهم على ان هذاك القبص بلدي، وقال لهم هذاك القبص رومي. قال له لا، غادي تسيب السيف وهذا، وراه غادي يجي جلاله الملك يحضر. قال لهم لا، حقاش هذاك المسجد ديال جلاله الملك، انا خايف على راسي اذا وقعت فيه شي حاجه، وقع فيه شي كونترول، وقع فيه يعني شي نوع من المراقبه، غادي انا اللي غادي يدوني الحبس، والله ما نسني عليكم عليه. وما بغاش، وقف لهم يعني في الحلق، ومازال الامر الى يومنا هذا. شوف الفلوس ديال الاوقاف فين تتمشي. الحاجه واحده اخرى في الحج. الحج هو احد المظاهر كذلك ديال الفلوس، ما تنعرفوش حد اللي تتجمع. ان دابا الحج فايت 5 ديال المليون، وشحال تيخسروا تما على اعتبار انهم تيكريو في واحد المكان اللي هو مجتمع الى غير ذلك. وهذا الشيء هذا ما معروفش يعني عليه مجموعه ديال عليه واحد السريه كبيره، وما تيخليوش يدوز. هذا الشيء اللي تيدور دابا كما قال السي حسن، هاد المشاريع اللي تيديرها وزير الاوقاف، التلفازات، الماطر اللي تيعطينا، كلها مجموعه ديال الصفقات التجاريه تيديرها احمد توفيق، السي احمد توفيق بيدو. مثلا هذه ديال التلفازات في 2006 دارت تقريبا 2005 2006، انا كنت حاضر فيها. فالسي العبادي كان هو اللي كان مشرف على الامضاء على مجموعه الميزانيات يخرجوا. فوزير الاوقاف قدم له هالطلب، ما بغاش السي العبادي، مشى يعني جري عليه بظهير. كيفاش دار له؟ مشى خدا قال لجلاله الملك نعطيوه يعني منصب واحد اخر، وصيفطوه يعني المؤسسة المحمدية للعلماء، أو لا واحد سمية واحدة أخرى.
وعطى هذا المشروع ديال التلفازات لولد خوه سي احمد توفيق، اضافه ان الائمه اللي هما هداهيد ديالو واللي في اوروبا اش يدير لهم، تيعطيهم هنايا واحد القدر ديال المال، وتيعطيهم المال تما 30,000 درهم تيحطهم في الكونت تما في المغرب. هذه احد المظاهر علاش ان الامام المغربي او هذوك اللي خدامين في يعني في, في في داخل المغرب ما تيبقى لهم والو، وتيبقى لهم حتى شي حاجه، وتيقول له ودي راه حنا ما عندنا في جيوبنا والو، لحقاش الاموال تتمشي في بلاصه واحده اخرى. والنهار ان شاء الله تعالى اللي غادي يعرف فيه جلاله الملك هذا الشيء هذا سيغضب عليهم غضبه، غادي يخليهم يمشيو لديورهم ديك الساعه يتفكروا في امورهم.